معلش يا بيبي، انشغلت عنك شوية معرفتش أكلمك. ليه خير؟ في حاجة؟ في مشكلة كده في البيت مع مي. تخيلي الجزمة مقرطسانة كلنا وماشية مع الواد يوسف، مقضياها بقى طبعا. يعني انت متضايقة ليه؟ عشان هي مرتبطة بيوسف بتخرج معاه، لكن انا عشان مرتبطة بيك وبخرج معاك عادي يعني قشطة؟ لا طبعا يا حبيبتي، بس انا بحبك ومش بلعب بيكي. انا بقى مش ضمني ان الواد يوسف ده ما بيلعبش بيها وبيضحك عليها، وانا اصلا الواد ده سبحان الله بكره لله في الله. يعني انت بتحبني وعمرك ما هتسيبني؟ طبعا يا حبيبتي، عمري ما هسيبك. بتكلم مين يا سولي؟ بكلم مالك يا بابا. طب خلص عشان عايزك. حاضر. معلش يا حبيبتي، هقفل بس معاك اشوف علي ده عايز ايه. 5 وراجع لك تاني. بقول لك ايه بقى يا بابا، لازم انت ومرات بابا تتكلموا معاها، تفهموها وتعقلوها كده، فهموها ان اللي بتعمله ده غلط، مفيش بنات عندنا في العيله عملوا كده ابدا. صحيح يا انجي، اللي خلف ما ماتش. ايوه انا طالعه زيك كده حمشه. البنت البي دي بتفكرني بيكي وانت في نفس عمرها لما كنت بتقفي وتعكسي من الجيران. هو ده وقته يا بابا حبيبي، مش وقته خالص. بعدين الكلام ده حبيبي. لا ما انساش يوم ما فتحت باب اوضتك ولقيتي واقفه في الشباك بتشاور الواد حسن في البلكونه اللي في الدور الرابع. حسن ده كان مز قوي. مش وقته خالص يا بابا، مش وقته، احنا مش قاعدين لوحدينا، مش لازم تطلع لي تاريخي الاسود كله حبيبي. ها اوعى تكون قلت الكلام ده قدام مي. لا لا لا، مش انت بقى يا ماما صاحبه فكره المساواه بين الرجل والمراه؟ ايوه يا حبيبتي، المساواة بينهم في الحقوق مش في قلة الأدب. طيب ودي مش قلة أدب، يوسف بيحبني بجد وعايز يتقدم لي. يتقدم لك إيه يا مفعوصة أنتِ؟ أنتِ 13 سنة لسه أول إمبارح. 14 لو سمحتي. يا سلام، فرقت قوي 14. مي حبيبتي، إحنا قلنا خلاص مفيش الكلام ده خالص، وقلنا إنها قلة أدب إنك تعملي حاجة من ورا بابا وماما، وخصوصاً ماما. بجد والله يا تيتا، وش معنى بقى حضرتك ارتبطتي بجده من ورانا كلنا؟ ردي بقى يا تيتا. حبيبتي، انا وجده كان عندنا قصه حب عظيمه جدا، وللاسف انتهت نهايه ماساويه. قصدي انتهت نهايه سعيده. اتجوزنا. ماساويه طبعا. جدا فعلا. كل يا حبيبي كل، ما انا عارفاك تشوف العسل والفطير بتخر كله. بضعف قوي يا انجي. ألف هنا وشفا، بس ما تكترش من العسل عشان السكر. لما انا باكل معاك ماشي اهو. يا خساره الرجاله. عارف لو دي بنتي انا كان زماني جلدتها. انا كان زماني وقتها. وقت ايه؟ انا كان زماني شنقتها. يا سموره، ده انا اخواتي ما شافوش الشارع غير يوم الزفه بتاعتهم، وكان الازاز فاميه. انا اخواتي ما شافوش جوازهم الا لما جابوا اول عيلين منهم. وكان إزاز فمي برضو؟ ونعم الرجالة. صحيح، ده أنا أختي صافيناز. إيه ده؟ أنت أختك تبقى صافيناز؟ زلزال 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 أختك جامدة قوي يا سمورة، جامدة. فهمني يا بوسي يا ليسي، فهمني بس. صافيناز دي تبقى أمك أنت، صافيناز أختي. مرة إحنا واقفين مستنين الترام، هي بقى بتبص للترام كده، أتاريها بتبص لواحد، قبل ما تقفل عينيها كان الترام فارمها وفارم الراجل، نزل الكمساري يتفرج، راح فارم الاثنين، كل اللي بيجي الترام يفرمه. جامده دي شويه يعني. هي بس عديها. ماشي. ايه ده؟ راح فين يا ابني؟ جعان عايز اكل. اخص عليك يا انجي، كده تيجي من البلد ما تجيبيليش معاكي ده كريم بط ولا فطير مشلتت ولا طاجن رز معمر ولا صفيحه جبنه قديمه؟ لا انا عندي الجزمه القديمه. عندي منها. هو انا في ايه ولا في ايه يا منال؟ في ايه ولا في ايه؟ يعني بقول لك البنت تعرف ولد ومتفقين على الجواز. شوف يا انجي، بنات واولاد اليومين دول توقعي منهم اي حاجه. عايزه اقول لكم، وانا في اعدادي كنت خرباها، كان كل شباب المنطقه بيجروا ورايا. بيجروا وراكي انت؟ اكيد كانوا عايزين يطفشوكي من المنطقه. لا ما انا ما كنتش ساكنه هناك، بس انا كنت احب اعدي ادقلج من قدامهم بقى. انا كنت حلوه كده ومقلوزه وشعري طويل وعندي شنب خفيف، شنب اعدادي ده، عارفاه؟ ليه يا منال الكذب ده كله؟ ليه؟ وان كل الناس بتجي وراكي كده؟ طب ده انا لما كنت في سته ابتدائي كان كل طلبه المدرسه والمدرسين كلهم بيجوا ورايا. ايه ده والله؟ هما نفس سكان منطقه منال على كده. وانت مين يعبرك ولا يجري وراكي اساسا يا مسوسه يا انثى العنكبوت انت؟ بيعبروني ويحبوني اسم الله عليك، انت اللي هيجوا كلهم وراكي يا كذابه. بس بقى ما تسكتي منك ليها، وانا ناقصاكوا؟ بقول لكم عندي مشكله والبنت لايفه على ولد ونيله سودة.
بس على فكرة البت دي بفكرتني بأيام جميلة قوي، أيام لما كنت بحب ابن الجيران وببعت له جوابات وهو كمان يبعت لي جوابات. الله، ساكن قصادي وبحبه. تعرفي بقى أنا كان ساكن قدامي ولد، هو مش ولد يعني، هو كان بتاع 19 سنة كده مفتول العضلات، يجن أمر أمر أمر. كنت ببص من ورا الشيش عليه وأفضل طول النهار أبص له وأتنهد، وهو بقى ولا معبرني خالص. يا جماعة لو سمحتوا يعني بلاش الكلام ده، راعوا مشاعرنا، بلاش مشاعري أنا، راعوا مشاعر دوت الأزل اللي قاعدة جنب جيجي، أكيد شاف الطفولة ما يعلم بيها إلا ربنا. ليه بقى إن شاء الله؟ مش لسه بتقولي كان الشارع كله بيجري وراكم؟ كان بقى يا إنجي فعل ماضي الله. بس على فكرة جيلنا إحنا بقى كان جيل محترم خالص، كان كبيره يعني نظرات، ابتسامات، تنهدات، ما فيش حاجة من اللي بنشوفها دلوقتي أبداً. واحنا كمان يا جوجو الجيل بتاعنا كان اخره يعني يبعت جوابات لبعض من غير ما يكتب الاسم، يعني نضحرج لبعض ارقام تليفونات. انما الجيل المهبب دلوقتي بتاع الفيسبوك والواتساب والنيله الزرقاء، تبقى البنت من دول مصاحبه على الفيسبوك 2-3 وعلى الانستجرام 3-4 والولد من دول مصاحب 5-6 وقال ايه مرتبطين. بص يا انجي، مش عايزين نظلم الاولاد ابدا، المشكله مشكله الام، الأم اللي بتشتغل اللي كل همها إنها ترتقي في الشغل وتاخد مناصب وسايبة أولادها، هي دي المشكلة يا إنجي. قصدك يا رجاء مش عاجبني الكلام؟ لا أنا مش قصدي حاجة أبدا. لا مش عاجبني الكلام، قصدك إن أنا مهملة يعني في تربية ولادي في الآخر بقت كده؟ أنا ما قلتش كده. الله، لا أنت قصدك كده. لا أنت خديها على نفسك، أنت حرة بقى. الله، أنا فهمتها كده. وأنا خلاص اتفلقوا، أنا ما قلتش حاجة. انتي ما شميتيش رباية بقى، ماما كانت ايه، مسافرة الخليج ولا ايه وسايباكي هنا في مصر؟ تفتكري هيجي الواد ده ولا هيطلع عيل ومش هيسأل فينا؟ اما نشوف. اهو اهو جاي من هناك اهو يا علي، ده باين عليه واد زي القمر. البت مي دي طلعت سوسة سوءة تحفة. نعم. حابة أقولك إيه يا علي، أنا عايزاك تهدى كده ها، وما تتعصبش لحد ما نشوف آخره إيه. هاي هاي أخوي. هاي أهلا وسهلا، أهلا بيك. بص يا أنكل، من غير رغي وهري كتير، أنا أكلم حضرتك بصراحة، أنا بحب مي وعايز أتجوزها. حب إيه وهبل إيه؟ جواز إيه اللي بتتكلم عليه يا حبيبي؟ أنت لسه قالع البامبرز من يومين. إهدي يا إنجي، إهدي إهدي. وإيه المشكلة؟ بكرة هكبر وهشتغل وأتجوز. يا روحي رومانسي قوي. حد يشيل الواد ده من قدامي هموته. اهدى بس يا علي، اسمعني يا يوسف يا حبيبي، يعني انت مثلا لو عندك اخت وبعدين تعرفت على ولد مز وزي القمر زيك كده، ترضى انها تقول له بحبك وتبقى البلح المقمعه؟ اهدى يا انجي. وايه المشكله طالما متفقين ومتفاهمين؟ يا حنين حنين قوي يا حنين، في ايه طالما متفقين ومتفاهمين؟ ولا امشي من هنا ومالكش دعوه بمي وتشيلها من دماغك خالص، فاهم؟ اهدى بس يا علي، اهدى. انت مش هينفع نسكت، احنا لازم نشوف حل مع اهله، لازم نشوف حل مع اهله. اهدي انجي، اهدي.